هنا مولانا زروق حللنا الإشكالة دي. قال إيه؟ الناس ثلاثة. يعني الناس، خلي بالك إحنا نتكلم في الطريق إلى الله، أيوة، يعني في الترقي، نتكلم في السير إلى الله تعالى. فقال بقى الناس في معاملة الحق ثلاث، ثلاث أنواع. ثلاث أنواع. قال إيه؟ الأول رجل اعتمد على عمله في تحصيل أمله. شوف الكلام الجميل، أول درجة يعني الناس في ذلك ثلاث. رجل اعتمد على عمله في تحصيل أمله. أنا بأطيع، اعتمدت على الطاعة بتاعتي في تحصيل الأمل، أي الثواب، دخول الجنة وتجنب العقاب. يعني ده تقريبا كده شايف ابتداء ان انا عملي ده هو اللي هيدخلني الجنة. ايوه. انا ده وعلامة هذا الرجل ما ذكر، اللي هو من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. ايوه، يبقى خلاص ده علامته. فان كان مقصرا، يعني لو لقى نفسه مقصر فهيبقى من الغافلين، وان كان مشمرا، ده كلام الشيخ زروق. أيوة. يعني مشمر عن ساعد الجد مجتهد. في المجاهده ومجتهد. أيوة. وبيطيع، فمن العاملين المخلصين يعني. ومقامه التحقق بمقام الاسلام. نفهمها دي. انت فاكر لما اتكلمنا قلنا ان لما سيدنا جبريل دخل على سيدنا النبي في صوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وما كانش حد يعرفه من الصحابة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. فقال صدقت. قال له طيب ما هو الإيمان؟ قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ده أعلى. الإيمان غيب، تؤمن بالله ده غيب، وملائكته غيب، وكتبه. قال له صدقت. طب الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فدي مقامات إسلام وإيمان وإحسان. قالوا إيه العلماء؟ الإسلام، مقام الإسلام شريعة، يعني على مدار الإسلام بتدور علوم الأحكام والشريعة والإيه والتكاليف الشرعية. والإيمان طريقة، على مقام الإيمان تدور إيه الطريقة، هي وسط كبري بين الإسلام وبين الإحسان. والإيمان طريقة والإحسان حقيقة، تحقيق المعرفة بالله تعالى. وقالوا إيه؟ أو إن شئت قلت الإسلام شريعة والإيمان طريقة والإحسان حقيقة، وإن شئت قلت الشريعة أن تعبده والطريقة أن تقصده. انت بتعمل لله، انت بتطيع لله، انت بتصلي لله، انت بتمتنع عن المعاصي لله، يبقى بتقصده. ادي الايمان، ان ايه بتؤمن بالله. نعم. ولا انت بتعمل ليه، بتطيع ليه؟ فقالوا الاسلام او الشريعه ان تعبده والطريقه ان تقصده الإيمان. والحقيقه ان تشهده. الله، انك بتشوفه. فهنا بقول لك ادي معنى كلام الشيخ، بقول ايه؟ ان اللي هو الرجل الاول ده اللي هو بينظر الى عمله وبيبص للطاعات بتاعته وبيجودها وخايف انه يعصي، هدف مقام الاسلام. فان قصر بيبقى من الغافلين، وان احسن او شمر يعني بيبقى من العاملين. مقامه التحقق بمقام الاسلام، وده مش وحش. ومستنده يعني بيستند لإيه؟ دليله إيه؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني الآن من فكرة إني بكرة هوصل لإيه، فهو القلق اللي هو فيه ده برضو أو الخوف اللي هو فيه ده ممكن يكون منطقي أو طبيعي، لكن درجته لسه بالضبط. أيوة. لكن هو صح مش وحش. نعم. ربنا بيقول لنا كده، ولتنظر. ربنا قال لنا في القرآن إيه؟ غير هذا مستند آخر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، بس ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فآدي مستنده. ورجل واحد تاني بقى أعلى. أعلى. قال إيه؟ رجل اعتمد على فضل الله. هو مش معتمد على عمله بقى،
ده هو ايه؟ مش صاحب عمل، ده صاحب حال. هو مش من اهل اياك نعبد، ده من اهل اياك نستعين. نستعين اياك نعبد صحيح. نعم. يا ربي عبدتك كما امرتني فاجرني كما وعدتني. لا، ده هو التاني من اهل اياك نستعين. الرجل ده بقول له ايه؟ يا ربي هديتني واعنتني فالفضل منك واليك. فبيعتمد على مين؟ على فضل الله. الله مش على عمله. نعم. ده لولا انك انت هديتني واعنتني ما عبدتك وما احسنت. يعني هو بيعمل، هو بالفعل بيعمل زي الاول. ولكن وصل لمرتبه اعلى، أعلى. انه شايف ان العمل ده نفسه هو فضل من الله عز وجل عليه، فضل الله تعالى في تحصيل ما يرتجيه من الله. يبقى بينظر لفضل الله. علامته ايه؟ الرجوع بالحمد والشكر الى الله. لو اياك نستعين يبقى الحمد لك. نعم. والشكر لك. ما دامت النعماء لك فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. فبالتالي ده ايه؟ ده باصص لفضل ربنا.